تعال نشوف هل احنا في مصر في الجمهورية الجديدة انجازاتنا متعلقة فقط بالمنجز الانشائي او المنجز الملموس، يعني مثلا نقول ايه، مباني، طرق، منشآت، محاور، حتى وسائل مواصلات، مستشفيات الى اخره، ولا انا عندي منجزات اخرى متعلقة بايه؟ متعلقة بالبني ادم، بالانسان المصري، بالمواطن المصري. تعال نشوف حصيلة إنجازات هذه الدولة في جمهوريتها الجديدة للمتحدثين بلغة الإشارة. إيه اللي حصل؟ خلونا ناخد معانا على التليفون أستاذة أمينة يحيى، معاون وزير التضامن للسياسات الاجتماعية ومسؤولة برامج دعم ذوي الإعاقة. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. إزاي حضرتك أستاذة أمينة؟ مساء النور يا فندم. أهلا وسهلا. إيه اللي قدرنا ننجزه في مسألة المتحدثين بلغة الإشارة على سبيل المثال؟ احنا نقدر ندي سياق للسادة المشاهدين ان وزارة التضامن الخبر اللي نازل بخصوص لغة الإشارة ده في سياق اليوم العالمي للغة الإشارة، وده حق من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ان هم يتواصلوا، لانه في يقرب من 70 مليون أصم في جميع أنحاء العالم، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مطلع ان في مصر حوالي 3.6 يعني 10.6 أشخاص ذوي إعاقة و3.6 من ذوي الإعاقات السمعية. فتوجه الدولة الجديد نحو كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة وحرص وزارة التضامن أنها بتضع الأشخاص ذوي الإعاقة على رأس أولوياتها في جميع برامجها وتدخلاتها، إعمالا بالمبادئ الحقوقية والدمج للأشخاص ذوي الإعاقة. فإحنا مع الأشخاص ذوي الإعاقات السمعية اشتغلنا على عدة محاور، منها تكافؤ الفرص التعليمية زي توفير مترجمي الإشارة في الجامعات الحكومية من أول ما الطالب بيدخل لحد ما يتخرج علشان يتم دمجه في الدراسة زيه زي باقي أقرانه. وكمان في وزارة التضامن الاجتماعي ساهمت في دفع مصروفات ذوي الإعاقات السمعية من غير القادرين في كافة المراحل التعليمية بالمدارس والجامعات. وبرضو عندنا الأجهزة التعويضية والأجهزة المساعدة، زي انه احنا بنوفر الادوات المساعده منها الاعانات السمعيه والمعينات السمعيه وزراعه القوقعه بالشراكه مع منظمات المجتمع المدني، وده بيفرق في دمج الاشخاص ذوي الاعاقات السمعيه في المجتمع. حلو. وبالاضافه لرفع قدرات العاملين في وزاره التضامن في الهيئات التاهيليه وخاصه مكاتب التاهيل اللي بيتم من خلالها استصدار بطاقات الخدمات المتكامله للاشخاص ذوي الاعاقه، وبرضو التوظيف، لأن التوظيف والتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة حاجة مهمة جدا لدمجهم في المجتمع ويقدروا يبقى عندهم استقلال اقتصادي. فوزارة التضامن بتشتغل على برامج تدريب وتشغيل وتوظيف زي يعني على سبيل المثال مع مجموعة شركات أمريكانا لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقات السمعية، مع طبعا مراعاة آليات الأمن الصناعي، وانه في المحلات زي ما حضرتك ممكن تشوف تلاقي الاشخاص ضعاف السمع والصم بيشتغلوا في المحلات وبيتم توفير البيئه المساعده ليهم في هذه الاماكن. ايوه انا طول عمري بروح محل معين في ميدان فيني في الدقي، مش هقول أيوة اسمه بقى خلاص، بس ده احلى محل بصراحه، ده بجد مش هزار يعني، وليس مجامله، احلى محل بشتري منه اكل. اه والله. ومش بس المحل ده، فيه دلوقتي كتير واكتر بكتير بالشراكه مع امريكانا وفروع مختلفه. حلو جدا. طيب مساله التمكين الاقتصادي دي يا استاذه امينه بالنسبه لي مهمه جدا، هل احنا قاطعين شوط كبير في مساله التمكين الاقتصادي لاهالينا ولا لسه محتاجين نبذل جهد اكثر اتساعا؟ هو دايما في المزيد من الجهد بيبقى مطلوب، ولكن الوزارة بتعمل من خلال برامج مختلفة على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والإعاقات السمعية هنا بالأخص، بما أن الموضوع البرنامج على الأشخاص ذوي الإعاقات السمعية، عند حضرتك برنامج فرصة بيشتغل على تمكين الفئات الأولى بالرعاية ومن ضمنهم الأشخاص ذوي الإعاقة. وعلشان الشخص ذو الإعاقة أصلا يتم توظيفه ودمجه في المجتمع احنا بنشتغل على محاور ثانية مختلفة، زي ان هو يقدر يدمج اصلا في التعليم. عظيم. لان التعليم هو اللي بيأهله لسوق العمل، فعلشان كده الوزاره بتشتغل على محور تكافؤ الفرص التعليميه، بالاضافه كمان انه علشان اصلا كمان نمكن الطفل انه يدخل التعليم بنشتغل على محور التدخل والاكتشاف المبكر للاعاقه والتوعيه.
هايل هايل. طب ساعات بنصادف بعض من الأصدقاء أو الزملاء أو حتى مواطنين بنصادفهم في بعض الأماكن، يقول مثلا أنا ابني عنده إعاقة في كذا أو في كذا، وحصل مثلا على شهادة الثانوية العامة بس أنا عايزه يشتغل، أعمل إيه؟ نقول له إيه؟ بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة أو بموجب قانون رقم 10 لسنة 2018 الحق في التوظيف بنسبة 5% 1 في 20، يعني لو مؤسسة لها أكتر من 20 شخص بيشتغل سواء في نفس المكان أو في أماكن متفرقة ففي الحق في 5% أنه يكون الوظائف دي بيشغلها أشخاص ذوي إعاقة. والقانون ده إدى حق أنه أي حد حامل لشهادة الثانوية العامة معفى من شهادة الثانوية العامة بما وما يعادلها وأعلى كمان وبما يعادلها وأعلى، بيعفى من حاجة اسمها شهادة التأهيل، يعني بيقدر يشتغل بموجب إصدار كارت الخدمات المتكاملة. عظيم. بس هل ساعتها هيشتغل على طول ولا هيبقى واقف في الطابور بتاع الانتظار، ولا إنه يتوجه للوزارة والوزارة ممكن تساعده بشكل أو بآخر على توفير فرصة عمل؟ الوزارة عندها عدة برامج ومبادرات وشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص. حلو. انها بتوفر فرص للعمل والتشغيل والتدريب، وكمان ايضا بناء القدرات، لانه ممكن لانه احنا حاليا لسه بنشتغل على محور التكافؤ في الفرص في التعليم وبناء القدرات، فممكن حتى الوزاره تساعد في بناء قدره معينه للتوافق مع متطلبات سوق العمل من خلال برامج التدريب والتشغيل المختلفه. كلام رائع، هتلاقينا بقى بنزعج حضرتك كتير ونبعت طلبات وحاجات زي كده يعني على راسنا. يا رب يخليك يا فندم. واحنا يعني شرف لينا ان احنا نقدر ندي كل مواطن حقوقه، ويكون ان احنا بنعمل ان كل الناس تاخد حقوقها على قدم المساواه. ده واجبنا كلنا. اشكرك جدا 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 يا استاذه امينه، كل الشكر للاستاذه امينه يحيى معاون وزير التضامن للسياسات الاجتماعيه ومسؤوله برامج دعم ذوي الإعاقة.